من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخماسي على EFM أحلى غدو. EFM أحلى راديو، أهلا وسهلا ويا مرحبا، نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل أو خارج حدود الوطن، وين ما يصل لكم صوتنا نقول لكم إن شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم أسعد الأيام. سيسروا يحكم برش أشتاء، الحمد لله إن شاء الله يكون غيث نافع، ما أحوجنا إلى هذه الأمطار في هذه الفترة بالذات، إن شاء الله ربي يرحمنا ونسيسروا إحنا لماكسيموم. الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا في الكياسات في كراهبهم اللي في ديارهم، إن شاء الله نونسوكم بالمعلومة بالضحكة في سويتين من زمان، من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على العشية. حلقة اليوم نرجع فيها نحكيه على أهم وأبرز ما صار في 24 ساعة الأخيرة، نحكيه على حضور السيد حمى الهمامي وحديثه على قضية شكري بالعيد، قضية دولة، أيضا الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية أو المفر الثاني، خليني نقول قصة عربي للصندوق النقد الدولي، نزار الشعري يعطينا الحل وحل غريب صراحة، نحكيهم بعد شوية. التلاعب بالنتائج الرياضية وشبهة التلاعب، هذه المعلومة اللي جينا على الجولة الأخيرة من مباراة اليوم، ثم ناخذوا بالديتايل المباراة اللي صارت عليها البوليميك، المباراة اللي خرج عليها الكلام الكل مع الفريق، نحكي عليها صحيفة شارلي إبدو مرة أخرى تثير الجدل برسم كاريكاتوري آخر يتحكي عليه في كل مواقع التواصل الاجتماعي، والأهلي المصري في مواجهة ريال مدريد بنجمنا الدولي علي المعلول، نحكي عليه مع كامل المجموعة اللي تحضر بحذايا اليوم. جهبذ الإعلام والإعلاميين السيد حسنين حسن بن عثمان، تحياتي مرحبا. أهلا وسهلا بك وبالفريق العظيم تاعك وبضيفك أيضا اللي تونك تشفوه، برافو عليك، وبالسادة المستمعين. ويعني الحب الحي أنا الأيام دي هو المعرض الوطني للكتاب، للكتاب صح، في مدينة الثقافة الشديدة الإقليبي. عملت طلة أنا توا، ممتاز والله، ورغم يعني الدنيا شتاء وكذا لكن فيه فما إقبال، فما إقبال وفما حركة، وديما مازلت البركة إن شاء الله، ديما مازلت البركة في البلاد في انتظار ترجع. خاطر تأخر برشة، هو تأخر برشة يعني المعرض ذي أكثر من دولة، وإن شاء الله يعني ترجع الأمور يعني في الثقافة وتنتعوش، تنتعوش شوية، تنتعش تنتعش ولا تتناوش، وأول تتناوش يا رحمبوك، هذه هي فهمتني. في انتظار ترجع لك الأمل هكا شوية والأقراها ترجع تكتب، توحشنا كتاباتك وكتبت. كتبت ما فيه كفايه هني تو يعني، لا تو يزيني من الكتابه هني قاعد يعني تو نختص في الثرثره. ايوه يعني احاول ان اجود ثرثرتي في وراو علميا زاد الوقت على تدويناتك اللي تهبط فيها على الفيسبوك ما عندوش برشا متابعه، راه الوقت هذاك ما نحبش كل لازمك تتاقلم مع الوقت. انا نحب نتخلص من هذه ممارسه الكتابه، ممارسه يعني ادمان حشاك. علاش الوقت هذاك بالذات؟ اخي وقت هذاك نظري انا ماني ارعى النجوم، حين تصبح السماء يعني منجلية وصافية يعني تتنزل على بعض الأحرف فأدونها للآخرين. ممتاز، وهذا اللون عليك يجنن الناس يا حسن، ربي يبارك فيك. شي تسمى اللون ذات على المريول، هذه ألوان أرضية إفريقية، إفريقية تحديدا، هنا بحذاك يعني ملكبت أنا أقول لك على أسرار. هذا اللون عليك يجنن، أي غني علي أنا كاظم الساه بالحق، خزر لي خلي هذا اللون عليك يجنن. أنا مشيت للتواليت ورجعت قال يسلم هالتولو هالنظر وجس من الناس. الله يا أخويا، أنا كنت أشك في ذوقه توا مادام يعرف اللون العسل التونسي وحقيقة كذا مثلا. متزوج تونسية كذا مثلا؟ إيه ما إن شاء الله. نعم عنده نعم عنده نعمة الزواج بتونسية. يا أخويا عراقية وتونسية وتونسية عجوا حتى يعطوا نتيجة ممتازة. ممتع كابتن، تحياتي ليك. تحياتي ليك ومستمعي إف إم، وأنا مع سي حسن. فما حاجة محمد، معرض الكتاب مش لقي حاجة كبيرة، خاطر نحن أول حاجة رأينا أمة اقرأ، يلزمنا نحن نقراو صح، يلزمنا نقراو، كان في سنة قرينا ونقراو رانا لباس علينا. واضح. وعلى كل حال يعني مش كان مسهلك، هو كان متزوج تونسية، فما خليفة المسلمين يبدو لي هارون الرشيد، يبدو لي متزوج قيروانية. أيوة. ويعني فما يعني مصاهرة قديمة بين يعني مشرق العربي والمغرب، والمغرب العربي، ودائما نحن نحيي هذه الزيجات المختلطة اللي ربما فما دراسات تقول المرأة التونسية من أجمل النساء، دراسات تقول المرأة التونسية من أجمل النساء. ما
مادام تونسية نفله نعطيها النافلة هذه نقول لها هكا وأسعد زوج تخليه هي المرأة التونسية. ما نعرفش كان تبت شكك شكك. من بعد شوية نستقبلوا طبعا رئيس هذا البرنامج إلى حد الآن في انتظار الأفاق تزيد تتوسع والأمال تكبر الأستاذ طارق العليمي. مرحبا محمد. مرحبا بك. مرحبا بالمجموعة. مرحبا بالمخرج والفنيين اللي الحقيقة يسعدوا فيا كل مرة. لا لا أوركسترا مباشرة هذه بالأوركسترا اللي قاعد يعزفوا تو البر الفريق يجي. تخبين أي خاطرين ما نحبش مباشر. مرحبا بضيفنا ومرحبا بالناس كل اللي يختاروا كالعادة أنهم يسمعونا ويتفرجوا فينا ويحملونا أمانة في كل مرة تلقى العباد يقول لك راه نسمعوا فيكم ونتفرجوا فيكم ويحملك أمانة المصدح لأنه المصدح ماهوش سهل والكاميرا ماهيش سهلة ماهيش وقت فقط باش تقول فيه كلمات راه عنده وقت على يد العباد ويقعد لك لسنوات القدام إن شاء الله ربي يقدرنا على كلمة الحق والصحة. نخطئوا أكيد ولكن عن حسن نية ونصلحوا إذا كان أخطأنا وإذا كان أحسننا لا ننتظروا شكرا هذا واجبنا لازم نعملوا. شفت خطابك فاش تبدل والله برافو عليك صدق الأستاذ طارق العليمي. هب نستقبل أنا ضيفنا لليوم من رجال السياسة في السنوات الأخيرة صاحب مواقف صاحب تصريحات أيضا اليوم موجود بعدنا باش نحكيو على الجديد في الساحة السياسية موقفه من الانتخابات التشريعية وغيره. سعيد باستقبال السيد أمين عام حركة الشعب سيد زهير المغزاوي. سي زهير مرحبا. مرحبا بك مستمعين ومستمعات وبضيوفك وأصدقائك. محظوظ في المكان هذا أكيد. أو بجنبك سي حسن بن عثمان ومقابلك الرئيس أكيد. وأنت صديق الرؤساء سي زهير. لا وين الشعر صديق رئيس واحد ممتاز. أي مش رؤساء بن علي. لا اللي هو صديق تو بعد هو يطمح للرئاسة هو ينظر إلى الأمام وطموح شرعي ولا مشروع أيضا ولا أخويا خاصة الرئاسة والناس كله عندهم طموح شرعي في الرئاسة وما تعرفش أنا الشرعي وأنا واللي غير شرعي هاو يعني نسمع في أسماء ما أنزل الله بها من سلطان وتفضل. أيوة تفضل بهم. بعد شيء نرجع للأسماء هذية. دورتنا في أقل من دقيقتين كرادة مع إيه بالغيب على 24 ساعة من العالم تتويت. عسلامة ومرحبا بكم كل عادة في برنامج الدوامة بلوس نحاول نعمل بكم جولة على أهم الأحداث العالمية اللي صارت في الساعات الأخيرة. ما زلنا نحكيو على الزلزال القوي اللي صار في تركيا وسوريا وين تتواصل عملية البحث عن الناجين إلا أن الخسائر البشرية وصلت تقريبا أكثر من 9500 شخص في زوز بلدان. كما توقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضررين إلى 23 مليون بعد ما حذرت نهار الاثنين من احتمال تضاعف أعداد الضحايا. نمشيو لبريطانيا وين سجلت مجموعة بي بي البريطانية خسائر بعد انسحابها من روسيا جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. أما في أمريكا ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطاب البارح وركز في الشأن الداخلي على حالة الانقسام في الكونغرس منذ الانتخابات النصفية الأخيرة. وفيما يتعلق بتهديدات الصين وروسيا قال بايدن إنه لن يسمح للصين بالترهيب وديمقراطية أمريكا لا تقهر وإن الولايات المتحدة ستتصرف عندما يتم ترهيب سيادتها. نكملوا بالسعودية خبر رياضي وين بلغ الهلال السعودي نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على فلامينغو البرازيلي 3-2 في نصف النهائي في مدينة طنجة المغربية. جولتنا لليوم وفيت نخليكم تتابعوا أهم الأخبار الوطنية وعودة على أهم مباريات اليوم. كويز محمد الخميسي مع كامل الفريق وحوار الصراحة مع زهير المغزاوي ضيفنا وضيفكم في الدوامة بلوس. شكرا ايه بالغيب. هذه دورتنا في اقل من دقيقتين على اخبار العالم. جينا اخبار الكياسات تود سويت مع ملك. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على ايفان احلى غدو. يا فيما على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. هذه ساعتنا الاولى من الدوامة بلوس رافقوكم حتى للسبعة على العشية. يحضر بعضنا اليوم السيد زهير مغزاوي حسن بن عثمان طارق العليمي والكابتن خالد التويتي. قبل ما نبدا دورتنا في الاخبار الوطنية والعالمية هات نبداو بمعلومة غريبة شوية يمكن ناخذ راي الفريق. جولييت لامور الاسم هذا ما عرفتكمش اليوم قبلتوش ولا ما عرفتكمش؟ لا جولييت لامور لا. خالد التويتي لا. حسن جولييت لامور هذا يقولوا الشهر هذا كله متاع لامور شهر الحب برافو عليك. شكر لامور جولييت وجوليان وجمال كل جولييت لامور هي سمعت فاطمه لامور
فتوم لامور والله سمعت باخي شكون جا جوليات لامور هاك مش تولي تحبك نقول لك شكون جوليات لامور جوليات لامور هي اصغر فايزه في تاريخ اللوتو جاك بوت ربحت اليوم في عمر 18 سنه دوب غلقت 18 سنه جدها اقترح عليها قال لها علاش ما تعمرش بمناسبه بلوغك سن 18 وتربح 48 مليون دولار اول مشاركه لها 48 مليون دولار 33 مليون مشاركة. اورو واخر مشاركه تقريبا لا نحكيوا على 120 مليار تقريبا يليق بها المليارات ويليق بها الحب دي. ايوه ريت 18 نعم يا صغيره برشا كان تربح سن حسنين كان تربح المبلغ هذا اش تعمل به شنو اول حاجه تعمل وقتاش وعمري 18 وعمري تو اليوم عمرت ورقه ربح والله تو عندي كيف الامور معناها كيما عندك في حسابك توا مليار كيما عندك 120 مليار مليار ايه ترى مليار نتاعك نحن دائما يعني اذا كان ما كانش في الروج الحساب ايوه يظل يغمز للروج او يغمز للالوان القرميزيه ايش تعمل بهم 120 مليار احسن شو اللي تسوي ما نعمل حاجه ما اشياء تتبرع بهم نتبرع بهم ممكن ايه علاش لا اي والله تشري دار تسافر عندي دار تتزوج من اخرى عندي دار شعبيه في حي الصحافه ونحمد الله تتزوج من اخرى حاجه نتزوج انا يعني محل على التقاعد يعني له عاد زواج درويق داري سي زهير المرزاوي مبلغ هكا تلقاه ربحته من باب الصدفه جاء من باب الحظ شو اول حاجه تخمم فيها تعمل ايش صدفه في الحكايه هذه صدفه لعبه رهان مش صدفه لعبه رهان مش صدفه الحظ ابتسم لك وربحت 120 مليار ربحت 120 مليار شنو تعمل بها؟ مش انا نربحهم كي يجيو قول لي شنو اول حاجه تجي لبالك برشا حاجات برشا حاجات حمله الانتخابيه تقويها هو الحزب عنده حزب يوكل جماعته وشيخه يعشعش الفريق السياسي يمشي للحزب اكثر المبلغ تو هكا تحب الحزب تمشي للحزب وغير الحزب غير تجي برك غير تجي برك يا رئيس طارق العليمي 120 مليار يجيوك هكا شنو تعمل بها؟ الرئيس لا يراهن سي محمد ولا يلعب رياني يشتغل ويكد وجد ويسهر على صحة سير دولي بالدولة قل لي ايش تعمل بهم طارق حتى واحد نكمل نكمل نبني بهم خير انا توانسة كيف يعمل الحملة الانتخابية زيب الحملة الرئيس في أرياحية بناء ما انا ابني فيه الان عائلتي الصغيرة عائلتي الكبيرة اصدقائي تبطل الخدمة تكمل تخدم تبطل الخدمة مستحيل كامل ترافق طبعا ننتقل بيه؟ يمكن الى مرحله اخرى الى بذخ اخر الى مكان اخر الى عقارات اخرى ولكن بطل المحاماه مستحيل ما تبطلش هاي خال ترى اش تعمل ب 120 مليار مش بعيد على الواقع واحد ربح 120 مليار حبوا طبيبك يهيئ باش يفيق مشالوا طبيب قالوا كي تربح 120 مليار قالوا نعطيك شطر 60 يا اخي طبيب هبل راهو فما ناس راهو يلزم نفهموا الاموال هذه يعني اذا كان وهبت لاحدهم راهو مش بالضروره ينجم يستطيعها اي مش بسهل يتقبلها معناها الاستطاعه انك تصرف في مبلغ اموال من هذا القبيل يلزم قوه ذهنيه وقوه بدنيه وقوه كذا فما ناس تجيهم اموال تهبلهم يهبلوا يكون مسكين في عقله ويخرج من عقله فقد او اختلط عليه عقله اختلط عليها عقله احسن ما نخرج في البرنامج في امريكا فما عبيد صورت برشا فلوس من اللوتو فما اللي ولاو وزديف وفما عبيد فما عبيد ربحت الفلوس وغدوه برشا فلوس قالوا لها وين ماشي قالت لهم ماشي نختم رجعت عادي صح رجعت عادي معناها الفلوس انت ايش تعمل بهم 120 مليار حكيت لي نكته ودخلت منهم هو هي تبدو نعمه انما والله ندمتوني دورت عليكم 120 مليار وندمت يا احسن كل واحد شو يا اخي انت تعملنا في الدوامه تدوخ فينا من الاول احنا في بالنا تكوزنا في الاخر وندوخ ايش تعمل احكي لك التوانسي رسول الله تونسي تيسمع فيك برنامج عملنا قلت لك شو باش نعمل تيزيني منك بربي اي قول صرفهم بدور ونقعد نحسب فيهم. اي تونسي باش يمشي اللي ما عندوش دار باش يشري دار. يشري دار نسافر نشيخ رفاهية الحياة باش يسافر باش يمشي باش يجي. أما أنا أعطيتكم 120 مليار ذهلي مش قريب على خويا 120 مليار وحكينا عليهم والله العظيم 120 ساعة ما عادش تراوني من الخمسة للسبعة باي باي. هات نبداو تو شوية بالأخبار السياسية اللي تهم تونس. كما حكينا البارح وقلنا مع الأستاذ طارق العليمي اليوم من المنتظر ندوة الصحفية لهيئة الدفاع للشهيدين محمد البراهمي وشكري بالعيد ثم مواصل الحديث هذايا كان حمل الهمامي الأمين العام للحزب العمال ذي في برنامج ميدي شو وحكي على اغتيال شكري بالعيد نسمعوا شو قال السلطة السياسية
الحكام قادرين باش يكشفوا عندهم الإرادة السياسية باش يكشفوا الحقيقة ولا هذا هو ماهوش متوفر. وهذاك علاش حزب العمال يعتبرها جريمة هذه يعتبرها جريمة دولة. حزب العمال يعتبر الملف شكري بلايد جريمة دولة، ما فماش إرادة سياسية، الحكام اللي عندهم الإرادة السياسية ما فماش الإرادة، يقول حمل همامي، وحزب العمال يعتبر أنها جريمة دولة. حسن بن عثمان الله يرحمه شكري بالعيد ورحمة الله عليه مع تحياتنا لخونا طاهر الهمامي، وأذكر يعني معناها كيف نعاه حمل همامي، حمل الهمامي نعاه يعني رفيق دربه وصديقه شكري بالعيد، نم يا صديقي، وقال له في آخر النعي نم يا صديقي نم، ويبدو أنه نام يعني معناها ونامت قضيته، نامت القضية هذه يعني نحن شو هذه. أنا بالنسبة لي قضية يعني كان فما تواطؤ يعني بين مختلف الأطراف، لأنه يبدو برشا أطراف متورطة في هذا الجريمة النكراء. جريمة الدولة تعتبر كما حمل همامي شو جري شو غير يعني كي نقولوا جريمة الدولة، ما الدولة أجهزة الدولة ضارعة فيها، أنا متصور جريمة الدولة وجريمة أحزاب وجريمة سياسة وجريمة أخلاق وكل هذه المستويات من الجرائم يعني ما زيدها شيء الجريمة. نتفكر عمني ولكن فما إنما يعني إنما بما أنه حمى يعني رفيق درب شكري بالعيد هي أخي ما عنده مسؤولية، مسؤولية حزب العمال يعني متفوقة على مسؤوليات الأحزاب الكل، لأنه هذا حزب العمال والجبهة الشعبية وكذا واليسار عموما هذا رفيقهم، هذا رمز من رموزهم، سيبوا دمه معناها فهمت شنيا يعني ما يلزمش تعويم المسألة هذه بإلقائها على عاتق الدولة أو على عاتق الأمم المتحدة. أنت ايش عملت؟ أنت ايش عملت لصاحبك؟ أنت ايش عملت؟ ما هذه أو رغم ما نقول هكا الكلام أنا وصاحبي راهو حمه اي طبعا يا اخي هوني قاعدين هوني قاعدين نكشف يعني مرضونا ناس مرض فينا مختصة في تمريضنا بمثل هذا المواضيع هذه قاعدين نكشف التعاطي نتاعو نحن كلنا اصدقائنا معناها كان كل واحد صديقنا مش باش نحكيو عليه ما نجموش نقدم، لكن اليوم من واجبنا ودورنا انه السيد حمل الهمامي يعتبر انه هذه جريمة الدولة. انت تقول له شنو عملت في المقابلة يا ودي شنو جريمة الدولة؟ انا بالنسبة لي تسجيل الاهداف في السياسة اكره واكره بشر يعني يتخفف من عبء المسؤولية والقاع آخرين، أنا مانيش مع هذا وما نتصورش هذا عمل سياسي سيقودنا إلى شيء. أنت إيش عملت يا أخي؟ أنتم إيش عملتوا يا أخي؟ امشيوا لأصرخوا في الكون وقولوا كذا، ومع علم رأوا فهم قضايا يعني سياسية كبيرة في الدنيا لا يكتشف قتلها، لا يكتشف قتلها لأنه كذلك يذلي مافيات كبيرة متورطة. الخطر هذه قضية يا لطيف مسكين شكرا لا يرحمه ينعم. أنا نفكر عمني في نفس التواريخ هذه تقريبا هي الدفاع للشهيدين مدة موتها هي جديدة مدة مثلا أنه البشير العكر يا ودك الباشي قال السبسي خذار ياسب بيوعد أنه يعني يفتح الملف يلقى قتل شكري بالعيد وينه ناس سفهاء ناس سقات وسفهاء أو باش أي السلام عليكم بتمرضنيش بالله في بداية القاعد تاجروا بدم شكري بالعيد تعتبر يا ودي ولغوا في دمه مش تاجروا فقط يعني تعرفش ما ولغ يرغوا في الدم يعني يشرب في الدم يعني هؤلاء يدمعشوا في الدم أخطر من المتاجرة بالدم. يحسبون الله ونعم الوكيل حسبنا الله في كل من تجرب هذا. السيد زهير المغزاوي كنت اسمع كلام كي من هكا قضية شكري بالعيد اليوم لغزي لليوم موجود مثلا نضيف عليه زادة الشهيد الإبراهيمي وغيره ملفات يمكن صعيب باش نكتشفهم في السنوات قريبة من وفاته، لكن اليوم 10 سنين تغيرت أنظمة تغيرت حكومات نحكيه مثلا بعد 25 نحكيه على قضاء جديد ملفات معطيات جديدة تكشفت اليوم نرجعوا سيد حمل الهمامي يقول لك جريمة الدولة الحكماء والزعماء اللي عندهم السلطة انهم يفتحوا الملفات كأنهم يتهاونوا وما يحلوش. شنو رأيك سي زهير؟ اي بتبعوا كلامه في جزء كبير بالصح، يعني مش خطر يلزمنا برشا وقت باش معناتها نكشفوا حقائق او حدث، لأنه ثم إرادة كانت موجودة سعت وبذلت جهود كبيرة حتى لا تكشف الحقيقة. شكري بالعيد استشهد وحركة النهضة تحكم تونس، محمد إبراهيم استشهد وحركة النهضة تحكم تونس. احنا قلنا بوضوح حركة النهضة تتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية في الاغتيالات السياسية، وقلنا أكثر من هيك فيما يخص جريمة محمد إبراهيم، خاصة أن محمد حركة النهضة تتحمل المسؤولية الجزائية باعتبار أن محمد إبراهيمي حينما وقع استهدافه يعني قبل استهدافه بمدة قصيرة لا تتجاوز أسبوعين كان ثم معطيات بينسير ثم أعلام وزارة الداخلية بمعطيات بإمكانية استهداف الشهيد
ولم تتحرك وزارة الداخلية اللي كان على رأسها حركة النهضة. أخذتهاش على محمل الجد هل؟ واللي الناس اللي موجودين وقتها توا بدون عقاب وبدون محاسبة. وثم مجهود كبير اسم الحيوه لهيئة الدفاع. بارك الله فيك. ثم مجهود كبير صح. حتى اليوم كشفوا معطيات جديدة. ولولا هيئة الدفاع راهي جريمة شكري بالعيد ومحمد إبراهيمي راهي جريمة عادية بتغطية سياسي عادي. لأن في الأثناء شنو ظهر؟ ظهرت الغرفة السوداء. في الأثناء شنو ظهر؟ ظهر التنظيم السري. في الأثناء ظهر اللي ثم تنظيم إرهابي كان يحكم في تونس، مش فقط مسؤول على الاغتيالات السياسية بتاع محمد إبراهيمي شكري بالعيد، كان مسؤول على شكري بالعيد محمد إبراهيمي تسفير مئات أو ألاف من شباب تونس إلى سوريا وغيرها، اغتيالات لجنودنا في الشعامبي، اغتيالات في باردو، في كل مكان في تونس. يعني ثم عمل إرهابي تقام في ظل تنظيم كان مرتبط بهذه الجماعات الإرهابية وكان يدافع عليهم. شوف حتى كذلك بتروح تدافع بعض هذوما، مش كان يدافع على يصير في سوريا، مش كان يدافع على داعش اللي كانت تدمر في سوريا ولتدمر في العراق ولتدمر في كل مكان، ورفع الشعار الرابعة في البرلمان، ويعتبروا هؤلاء في سوريا اللي هم جنود بتاع حرية وغيرها. وبالتالي اليوم كيقول حمل همامي راهي جريمة الدولة، هي جريمة الدولة باعتبار ثم نصف الدولة وتغلغلت في الدولة ومنعت كشف الحقيقة. هذا الأواد اليوم كما قال سي حسن بيجي قائد السبسي أطلق وعد اللي هو يعني كشف الحقيقة. حتى الرئيس الحالي سيد قيس حدث على وعد، ونحن نعتقد أن اليوم آن الأواد بالمعطيات الباقية تتكشف كل يوم، بالناس اللي كانت تتحكم تحكم تام في القضاء وحتى يديها على القضاء وحتى يديها على الأمن أن يديها خفت شوية اليوم بعد 25 جويلية، إن شاء الله نتقدموا في كشف الحقيقة. اليوم هو فما أبحاث مثلا في قضايا التسفير وغيره كل حتى اليوم، لكن زي ما فهميش حتى إدارة هيئة الدفاع اليوم كشفت زاد حقائق جديدة في الموضوع هذا. وأنا قلت 50,000 مرة إذا لم يقع الكشف عن قتلة الشهيدين ومسألة الإرهاب راهي ماهيش باش تكون ثم ثقة بين التوانسة في بعضهم، مستحيل يكون بين التثيق وثم قاتل بيننا. واضح، شكرا لك خالد. انا نقعد بيت فمش اراده محمد تفكر حاجه، ان الموتى بتاع جورج كينيدي ولا كينيدي تقتل قعدوا يتبعوا فيها يا حسن ساعه نتفرج في كريم انستيفيكاسيون بتاع مواطنين عاطين. والله بعد 20 سنه يطلعوا القضيه يقول لك نطلع القضيه ونخدم بشكل عائله ذيك تقبل العزاء. اليوم كان جات عنا اراده سي محمد رانا نجم قضايا هكا خالد كما قال حسن بن عثمان قال زوير المغزاوي قضايا تاخذ وقت يمكن باش نعرفوا شكون القاتل وكل، لكن هل فما الاراده باش نتسرع والا لا؟ هذا السؤال المطروح. طارق شوف نجد اللي قلناه البارح ونضيف لك، الله يرحم شكري وينعم ويجعل مثواه الجنه اللي عمله شكري بالعيد، انه اكتسب اصدقاء ومريدين وزملاء واحبه بعد وفاته، وزي ما تلقاها كان في الزعماء اللي الناس تولي مريدين لشخص ما يعرفوش. اليوم ثم ناس تحب شكري راهي لم ترافقه لم تزامله، ما خدمتش معاه في المهنه، ما تنقلتش معاه، ماهيش من اهله ماهيش من ناسه، ولكن هذه الصوره هي اللي صنعت مريدين واحبه واصدقاء وزملاء جدد لشكري بالعيد، ربي يرحمه وينعم ويصبر اهله وناسه. نضيف لك على اللي قلناه البارح انه عنوان الذكرى العاشره لاغتيال شكري بالعيد معبر في حد ذاته. العنوان اللي اخترته هيئة الدفاع اللي هو حيا يحاصرهم، لازم نعرفوا شكري بالعيد اللي وفاته المنية 3 سنوات بعد الثورة، ما قام به قبل الثورة، ما قام به في أحداث الحوض المنجمي، شنو اللي صرفه من جهده ومن وقته ومن تعبه صح. ومن حق بناته خاصة في أحداث الحوض المنجمي، راهو رابض في الحوض المنجمي ودافع بكل ما له من قوة. اثنين من بعد ذلك العنوان الثاني شهيدا يحاسبهم، ثم حتى واحد فوق المحاسبة اللي تخاذل اللي رقد اللي ما قامش اللي ما حبش يبعث الإعلام اللي وصل له الإعلام وما حبش يحمي الشخص، كل الأشخاص من بعيد ولا من قريب 100 كيلومتر بعيد على الجرم فصل الجرم وإلا لاحق للجرم. إذا كان نحب نصلحه البلاد ثم قواعد، القواعد إنه ما ثم حتى واحد فوق القانون، إنه اللي أخطأ يحاسب وإنه تكفله محاكمة عادلة. ثلاثية هذه تعطيك وطن متآخي. عم نقول استبشرنا خير انه تنجم تقدم الابحاث وكل وقت اللي خرجت معطيات مثلا وقلت بالاسامي انه وثائق تفقدت، انه ما السلاح القاو شكون بدل له المكان نتاعو وشكون خبيه، معطيات اوراق ناقصين كانت ماشيه لفرنسا وما لقيناهمش، وكل وكان حتى بالاسم السيد بشير العكرمي اللي كان قاضي التحقيق المشرف على الملف هذا في تلك الفتره وملفات اللي رقدت وكل، ثم ما البقي هاو بعد 25 نحكيو على تطهير القضاء وغيره وغيره، وسيد زهير قالوا قايد باش يهزوا ايديه مع القضاء، يا سيدي معاك لكن ما الجديد في الملف؟ مازال ما ثم حتى شيء جديد الى حد الان الا الجهد اللي قاعده تقوم به هيئه الدفاع. نزيد لخص لك اكثر من هكا، اليوم انا نعتبر انه ما قالوا عميد المحامين في التوصيف في قضيه اغتيال شكري بالعيد انه قضيه وطن وقضيه امن قومي، لانه الوطن بالتوصيف اعتقد السياسي والامن القومي هو بالتوصيف الاستراتيجي القانوني صح.
الإشكال في ملف شكري بلعيد لازمنا نقولوه بصوت عالي أنه بيتعاقب الحكومات، بيتعاقب الرئاسات على اختلاف أطيافها كل مرة في كل فترة، نقولوا راه تعطل ونفس الشخص اللي هو موجود يكون في الصراع الانتخابي يعطي وعود من أجل فتح هذا الملف. يا أخوي أطلقوا يد سيد حاكم التحقيق ولا هو مطلق الحرية وفق المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية من أجل كشف الحقيقة. الطول مش مشكل، ولكن على الأقل يكون عندنا سكة واضحة وتمشي بخطوات حتى لو كانت ثقيلة لكن عندها نهاية. ونتمنى فما نقاط دورية، مش كل في ذكرى وفاة مثلا مرة في العام نعملوا ندوة ولا شوف لا ماذا بينا تبدأ فما فيزيبيليتي. الدول اللي تحترم نفسها، السلطات اللي تحترم نفسها، القضاء اللي يحترم نفسه، في أمهات القضايا لازم يخرج وينير الرأي العام بحاجات مش باش تقتل سرية التحقيق، ولكن باش تنير علامات مضيئة على الأقل في المسار نتاع العدالة. واضح. يلا حسني نكمل معاك الملف هذا. يعني مش حمزيد برشا بارك الله في الأخوة الكل اللي دخلوا فيه. يعني شوف هم كأنه ثم مشيئة لكي يتفرق دم الشهيد شكري بلعيد بين القبائل السياسية وغيره، يعني يتفرق دمه بين القبائل، يعني ما عادش تلقى شكون اللي شكون المجرم بينهم. وهم كلهم 182 حزبة في تونس أنا أحملهم المسؤولية والمفروض يتحاسبوا، 182 حزبة الكلهم متوطئين في الجريمة ضالعين ووالغين فيها. حتى حزب حمل همامي مثلا يا اخي كلهم كلهم بالنسبه لي كلهم ما دام الجريمه هذه يعني سي زهير حزبه هو موجود بحذانا سي زهير المفروض حاسب وتخلى بحذانا كذيب باش يخرج متهم لا يعمل لي مشكله مع سي زهير خلينا رايدين ولا نصور البلاد علاش تعاني فيما تعانيه الان جراء لعنه شكري بالعيد ودم شكري بالعيد، لانه البلاد اللي ما تنجمش تاخذ حق شهيدها مستحيل تنجم تعمل حاجه من الحاجات لا في القضاء لا في الامن لا في الداخليه دم لا في الخارجيه. محمد البراهيمي في رقبتنا لليوم في رقبتنا ولذلك قلت لك يعني فما نحس يعني يلاحق البلاد 12 عام جراء هذا الدم المهدور. يا حسن بالحق كلامك، الساكت على الحق شيطان اخرس. نعم. والناس اللي تسكت هذه في الحاجات هذوما شوات تعمل في السياسه وعندك سياسي زميلك مات شنو هذه السياسه هذه؟ وثم نقطه هاو اليوم شعارات وليت انه فتح بارك الله في هيئه الدفاع وكان مش هيئه الدفاع تيم الصحه لكم عظماء عظماء والله راهو تنسى هو زعيم بسرعه برشا لازمنا نقولوا للتوانسه يسمعوا فينا راهو ثم اخطبوط حكم البلاد هذه 10 سنوات ومنع هاو الاستاذ يعرف كيف وقع العبث بالملف ملف شكري بلعيد وكيف وقع بملف محمد إبراهيم في المحاكم كيفاش وقع تشتيته وتقسيمه وغيره حتى لا يقع الوصول إلى الحقيقة. اليوم احنا شنو الرسالة اللي نجم نوجهها في ذكرى استشهاد شكري بلعيد؟ شنو أولا لرئيس الجمهورية يزم يكون وفي للوعود متاعه ما يكونش كما قبله، هذه قضية وطن عايش طبعا دونك هذه مساله، هذه المساله الاولى. المساله الثانيه طبعاً. وزيره العدل حكيت على لجنه ولا شنو باش تعاود وكذا وكذا الحكايه ما نحبوش حكايه مناسباتيه نجيو نهار 6 فيفر ونحكيوا على اللجنه وغيرها. حتى الاعلام بيدو الموضوع هذا موضوع بتاع وطن معك. يلزم متابعه هذه القضيه يوميا ومتابعه مستجداتها بصفه يوميه والضغط كل الناس كل واحد من من موقعه الاحزاب المجتمع المدني الاعلام المحامين هيئه المحاماه الناس كل تضغط كل واحد في من موقعه لكي نصل الى هذه الحقيقه. وايضا مسؤوليه مشتركه معكم انتم سيد زهير مرزي خاصه بتبيعة. في البرلمان القادم ما شاء الله نحكيوا بالارقام قداش عندكم من بعد بالله نستغل اي بسرعه سيد زهير بحذانا خاطر اول مره انا نقابله. حبيت نعرف الفتره السابقه اللي كان في رئاسه البيجي قايد سبسي اللي اعطاه وعد صريح قبل الحمله الانتخابيه لكشف الحقيقه توصلتش معاه باش تقول له وينو الملف؟ وصلنا معاه شنو كانت الردود للتاريخ؟ شوف كيما شوف انا بنحب في البعد السياسي مش في البعد القضائي لانه انا مع الباجي الباجي قاد السبسي الله يرحمه كان حليف حركة النهضة باهي ومن هنا حبست كل شيء وقف كل شيء باهي كانت ثم ملفات في البلاد هذه محل بتاع تفاوضات وخرج وهو حليف حركة النهضة كي دقيت عليه الباب وقلت له سي الباجي شوف انا نذكرك الشهيدين نذكرك بحاجة سي الباجي مترأس مجلس الأمن القومي ايوا حكم الصلاحية تذكروه الدوسي وقال هاو الدوسي عندي وكذا والى اخره وشو اللي صار فيه من بعد خرج الدوسي الخطر عنده عركه مع رشد الغنوشي غديكا هاك خرج لك الدوسي باش تريض ما تريضش تو رجع الدوسي دوك الملفات الكبيره الوطنيه النبيله هذه كانت محل نتاع لعب وباع نتاع بيع وشراء بين حكم البلاد هذه كان قادر انه يحلوا الملف البيجي قايد السبسي كان حب ما هاكش بدل ما يحبش ما يحبش يا ودي يا اخي مش بد ملف في مجلس الامن القومي قال هذا فيه كل شيء وبعدين تخبى الملف هذاك وين الملف هذاك جستو ما هو هذا هو
لانه ثم ضغوطات، ثم ثم معكم الاستاذ يعرف ماذا يحدث في القضاء، كيف تشتت الملفات هذه. انا حبيت نسال على البعد السياسي في البعد السياسي الحقيقه، البعد السياسي باهي في الحملات الانتخابيه باش نكشفوا الحقيقه بعد يمشيوا للحكم، اللي يمشيوا للغادي لقصر كرتاج يبداوا يحكوا على القضاء هو المسؤول، ماناش نحن المسؤولين، لكي يتهربوا من تلك الوعود التي اطلقوها. اعتقد اليوم هذا الاوان أنه دم شكري بالعيد ودم محمد إبراهيمي ودم كل شهداء تونس وأبناء تونس اللي مشاو اللي سفروهم ولولادهم. تصور أنت وصلنا في البلاد هذه في مرحلة احنا عشناها كي تونسي ولده يبدأ يصلي يبدأ يخاف عليه. صحيح وصلنا له هذا ولا وصلنا يصلي خمسة أيام يلقاه في دير الزور ولا في الرقة ولا في مطار اسطنبول ولا في غيره، لأن هذه الجماعات المجرمة اللي عبثت في البلاد وقبضت الفلوس باش هذايا اليوم الملف هذا مش دوائر يخاف عليه منا ومنا زاد، يخاف عليه باش يلقاها لدى الجماعات الإرهابية الصماء، ويخاف عليه زاد كي يمشي يصلي يقولوا له شبيك تصلي زاد. هذايا ما عادش توا قبل نعطيو الثنائية الموجودة. لا أنا نقصد توا شبيك تصلي قبل الثورة، أنا نقصد بعد الثورة ما نقصدش قبل الثورة. دونك ما نجموش نقدموا اليوم إلا بكشف هذه الحقائق. طبعا هذه ملفات متراكمة منذ 10 سنوات. واضح. شكرا لك سيد زهير. باش نتعداو المشكلة الثانية المهم، ذا المشكل الاقتصادي تعيشه البلاد، القرض من صندوق النقد الدولي. الإجابة والحل يجينا من عند نزار الشعري. السيد نزار الشعري كان ضيف صديقنا نادر شقرون هوني في إف إم في هايلايتس، والحديث كان على قيمة القرض هذا تقريبا 1.9 مليار دولار اللي نحبوا ناخذوهم 2 مليار دولار تقريبا. نزار الشعري في حديثه على القنب الهندي واللي هو الزتلة، نسمعوا نزار شنو قال. نقنوا القنب الهندي مش نفسدوا العباد والبلاد، بالعكس الهدف هو انه نخرجوا البلاد والعباد من وضعيه سيئه. انت ماشي للاف ام اي تلوج على 2 مليار دولار، وانت القنب الهندي لو كانت تقنوا تو تصور اكثر برشا من 2 مليار دولار. هذا لو يتم تقنين القنب الهندي، لو يتم تقنين الزتله تو تدخل اكثر من 2 مليار دولار، ما تستحق صندوق النقد الدولي يا خالد؟ كلام معقول سايبوا زتله؟ ليه سايبوا زتله في بالقانون. شوف يا محمد، في امريكا عندهم كينيزوثيرابي كيما الفارماسي، هي الدولة تاخذ عليهم في التاكس، تاخذ في التاكس. في انجلترا الزطلة مونوبول كل عند الدولة يعملوا منه الدواء. اليوم فما عبيد يتاجروا في الحاجات هذه دي ملياردير، وعلاش ما توليش الدولة في كيما هذا كيما فكر البلانيت تولي تاخذ التاكس ورسك انت في شهرين 3 شهور الى ما توفى الأزمة بتاع تونس بالبلانيت وبالبلانيت وبهذه توفى بتاع توفى الأزمة الاقتصادية. كي تسمع كلامك يا حسن بن عثمان بتقنين القنب الهندي نتجاوزوا الأزمة الاقتصادية وما نستحقوش هو الثورة هذه جبت لنا مواضيع يعني ما يعني مواضيع كما مثلا تعدد الزوجات، إنها كل البلاتوات تقولش عليهم عندهم كبد جنسي فادح، وجابت يعني موضوع الحشيش هذا القنب الهندي. الحشيش في تونس اسمه الحشيش، زتل اسمه في تونس، في تونس اسمه الحشيش. اسمعني أنا نعرف الموضوع هذا جدا نعرف، فهمتني؟ ومختلف في الزتلة على الحشيش راهو، والقنب خبير الهندي. ونحن خبير جدا. وشوف والقنب الهندي جاي من الهنود، نحن هذا تبع يعني الهنود الحمر امريكا اللاتينيه وكندا، هذاك يسموه القنب الهندي. نحن حشيش اسمه، نحن اسمه الحشيش، وكان يباعه في تونس ويستهلك تكروري تكروري يرحم والدي. وحتى الادب التونسي موجود فيه يعني ما اي مش نفس الماده هذه. لا كيف مازال موجود الحشيش يزرع في البلاد هاي وعقوباته يعني متفاخمه. قديش يتباع تو الحشيش؟ والله الحشيش الحشيش يعني الحشيش نتاعنا نادر. الحشيش نتاعنا شكوننا نحن؟ ما تشبهنيش معايا تونس، نحكي على الارض التونسيه الطيبه اللي تجيب الزعفران وتجيب الزتله وتجيب كل شيء، ارض خارقه للعاده. فهم الكلام اللي سمعته؟ ايه الكلام اللي سمعته هو يطلب بتقنين الموضوع. انا مع تقنين الموضوع، خاطر بورقيبه وقت اللي جاء هو اللي منع دوله الاستقلال منعت استهلاك الحشيش في تونس ودخل الديار وقلوا الحشيش. ما شنو يا بورقيبه؟ انا نتذكر 64 يعني في القريه نتاعنا دخلوا للديار وفي ناس يزرعوا في كميات في الحشيش نتاعهم باش يستهلكوه، ينحوهم لهم ولوحوه في الطريق العام. ايوه لواه بداوا شنو؟ بداوا نحبوا نبلوا الدوله هذه، ونحن في عقولات وعي هي وما بلاش هذا معناها فهمتني امور ولا الحشيش هذا يعني بلدان متطوره تعالجه بمنطق وبعقلانيه وتجعل له اماكن معينه، وهذه فما ناس تعالج في انفسهم بهذه الاساليب في انفسهم، ماهوش يكلفوا في الدوله حتى شيء، يخليه يعالج روحه. اعمل له قنن له يا اخي،
انت تتوه الحشيش والمخدرات ما هي تتبيع في الصيدليه تتبيع في كذا كذا هذا لا يكلف الدوله شيئا اي وهو عالش في روح ما يتعداش على الاخرين عملوا قوانين معقوله تتناسب مع العصر يودي نحن قوانين بالية وقديمة كلام السيد نزار الشعري في أي خانة حل الأزمة الاقتصادية فعلا ولا في خانة البداية الحملة الانتخابية الغير مباشر يا أخويا ما دام خذيت تاريخ الحشيش في الحملة الانتخابية تو يوسف كيف باش ينجح ممكن يوسف كيما الباجي قايد السبسي خي الباجي قايد السبسي ما بيكلمناش على الزطلة والحشيش وقال كذا وكذا كيما هذا النوعية هذه يعني يسيرون في نفس الخطيط ايوه نفس الخطيط طارق نجموا نخرجوا من الأزمة الاقتصادية شوف هو قد يكون المرشح الرئاسي القادم سيد نزار الشعري انا نفس كان روحي انا والمرتبة الاولى سواء من نفس أيوة واحد اخر أيوة هذه خذها مؤكده يبدو ان المرشح الرئاسي القادم سيد نزار الشعري يريد استجلاب طبقه انتخابيه في قادم الايام ولكن بمشروع هو بالاساس المغرب راهي عملته سي حسن الحكومه المغربيه في مارس 2022 خرجت مشروع قانون اللي هو يتعلق باستخدام بتقنين استخدام النبته في الاغراض الطبيه والصناعيه ومن بعد عرضوه على البرلمان المغربي والبرلمان المغربي في موفى شهر 5 من سنه 2022 صادق على ذلك يعني تقنين عمليه الاستغلال لهذه النبته على المستوى الطبي وعلى المستوى الصناعي بقاء المردودية متاحة ما تستجلبه من أموال هل أنه نحكيه على المبالغ هذه الكبيرة ولا كيفية والله حكيت مع بعض الجمعيات هوني في تونس الأستاذ حكيت مع بعض الجمعيات وشفت لي دوكيمونتير وشفت حاجات هل نحكيه على نفس المادة المستخدمة في الدويات ولا اللي سهل فيها شبابنا اليوم لا مجال اليوم بعض الجمعيات وفما تقارير فما دي بيلون يقول لك 0% برودوي ناتوريل راهو كلهم برودوي شيميك اللي يستهلك فيه شباب راهي مواد سامه وقاتله الزتله هذه اللي موجوده طبعًا. اليوم طبعًا. سامه وقاتله اللي تحكي عليه ومخربه وعندها يعني تقتل البدن من داخل بطريقه غريبه ياسر معناها لكن تقول لي فما الاستهلاك الطبي وغيره في حاجات اخرى هاني قلت لك بريكش الاستلهام تاع الفكره هذه في المردوديه الماليه نتاعها هو بالاساس من الجار المغربي اللي عنده قانون صادق عليه في البرلمان المغربي في موفى شهر 5 من سنه 22 اللي يتعلق تقنين استخدام النبتة على المستوى الطبي والاقتصادي لكن بالنسبة للموارد أنا اعتقادي أن هناك كثير من الموارد الأخرى التي كان نستغلوها كما يجب أراه توطنها تونس اقتصادي صح سيد زهير المغزاوي بسرعة في مشروعكم أنتم مع أو ضد تقنين استهلاك القنب الهندي شوف مثلا زوز مستويات تحديث ثم مستوى الأول كيفاش تتعامل مع الظاهرة دي اللي موجودة اليوم في تونس وقاعدة تتوسع بشكل كبير وغيره كيفاش قاعد تتعامل معها هذا حديث هذا مستوى بتاع مستوى اول مستوى ثاني المستوى الثاني بتاع اللي كنت تسمع فيه بتاع باز هذا بتاع نقنوا تو نعملوا نعرف شنو الاقتصاد نرجعوا كذا ونحوا صندوق النقد الدولي فقط للبوز نزار شاي هذا ما نعتقدش انه هذا باش يحل المشكله وما كلام عنده حتى معنى وحب يتوجه كما ذكر لبعض الفئات ربما ويعتقد انه بالثنيه ذي باش يولي رئيس ولا اكثر ولا اقل اما كيف نتعامل مع هذه الظاهره هذا موضوع ثاني ينجموا يحكوا فيه الناس المختصين علماء الاجتماع انتم معاه علماء النفس انتم معاه او ضد تقنين الاستهلاك لا انا ما ماناش مع التقنين احنا مع معالجه هذه الظاهره والبحث على اسبابها لان الجريمه دائما لها اسباب واللي يحب يمشي اللي يقضي على الجريمه يقضي قبل ما يقضي على الجريمه او قبل ان يعاقب المجرمين يعرف يقضي على اسباب الجريمه صح شكرا لك سيد زهير مغزاوي احوال كيسات تسويت مع ملاك ورجعي من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على اي اف ام احلى غدو اي اف ام على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا هذه ساعتنا الاولى من الدوامة يحضر بحذايا الكابتن والكوتش خالد تويتي الاستاذ طارق العليمي الجابذ حسنين حسن بن عثمان وضيفنا لليوم السيد زهير مغزاوي نحكيو تو تسويت على اخبار العالم الحديث المرة ذي على المجازين شارلي يبدو مرة اخرى تثير الجدل برسم كاريكاتوري مرة أخرى مستفز جدا لنفسية كل إنسان مش باش نجنسها مش باش نعطيها حتى بعد إيديولوجي حتى شيء يعني في الظروف الصعبة اللي تعدى بها تركيا وسوريا في الفترة هذية تهبط كاريكاتور موجودة على الصفحة الرسمية متاعهم على تويتر تلقاه الكاريكاتور موجود صور على أثار الزلزال اللي ضرب تركيا بالعنوان الكبير سييز مونتيوكي الزلزال تركيا واللوتا ميمبا بزوان دون فوايدي شاغ لا حاجة حتى لنرسل الدبابات
الرسم تفاعلوا معه برشا ناس، حملة استياء كبيرة كانت من الناس اللي شافوا الصور هذية. هل هذا نحطوه في خانة حرية التعبير؟ هل هذا فن؟ هل هذية هو الفن اللي نحبوه، ولا هذية اللي نحكيه عليه عمرنا كامل ما فيها بس حرية التعبير؟ لو نقلب الصورة شوية، لو مثلا الصورة كانت مغايرة بماضي قريب وليس بعيد، 15 أفريل و 16 أفريل 2019، الكارثة متاع الكاتدرال نوتر دام دو باري، الحريق اللي صار، لو نأخذ الصورة هذيك تاع الكاتدرال وفيها النار تشعل ونحط نفس التعليق، ميم با بزوان دونفوي دي شار، لا حاجة لنرسل دبابات مثلا، نفسها لو كانت نشرتها مثلا صحيفة عربية ولا صحيفة من دولة مسلمة، هل تكون هذا أيضا في خانة التعبير، ولا في خانة حرية التعبير، ولا فن ما فيها بيس؟ خنشجعوا لكم حرية التعليق. البداية معك حسنين. كيفاش يقولها هما؟ كم من جرائم ترتكب باسمك أيتها الحرية، وكم من جرائم يرتكب باسمك أيها الفن؟ فن حاجة راقية، الفن هاو من رقي الفن، الذي الفن هو في علاه وسماه وذروته يميز بين الفضيلة والرذيلة. ولكن فما ناس يعني يستغلوا رحابة صدر الفن وخيال الفن والقدرات التي يتيحها الفن للتعبير لكي يرتكبوا جرائم، لكي يثيرون أحقاد، لكي يفعلون ما لا يفعل بهذا. هذا شيء يعني مدان. تتفكر حملة التضامن اللي صارت عليها وقت الهجوم الإرهابي اللي صار لها في 2015؟ يا أخي بصراحة هذه إشار اللي يبدو هذا المنبر هذا يعني يبدو كأنه متخصص، يبدو كأنه متخصص في إثارة يعني مثل هذه النعرات. نحن نعرف الذاكرة القديمة والحروب والخلافة الإسلامية في تركيا ويعني علاقتها، ونعرف أيضا يعني ما ارتكبتهم الأخطاء الخلافة الإسلامية، مثلا كي تفرج في حريم السلطان اللي جابونا والدقلوي في بداية الثورة، وتشوف مثلا السلطان سليمان كيف يتحدث يعني باحتقار على القناصلة والسفراء يعني الأجانب. يعني فيه ذاكرة الحقد وذاكرة الدم وذاكرة العنصرية سورية متبادلة يعني، ولعنة الله والفتنة نائمة لعنة الله على من أيقظها. هذا من الناس يحبوا فتنة، هذا اللي هذا فتنة من الشنية، هذا فتنة واضح، هذه فتنة ومبدانة بكل اللغات، من المفروض تدان في فرنسا قبل ما تدان في أي جهة أخرى، خاطر فرنسا بلاد حرية التعبير العظيمة، ويعني الثورة الفرنسية العظيمة يعني توصل لحرية التعبير يعني تستعمل بهذه الطريقة اللعينة النذلة. ومش أول مرة يا شرلي. إيه يا أخي يثبتوا في الواحة ماما. واضح. أي خالد، حرية تعبير، فن إبداع. الفن الإبداع يا ابني، نحن كلم في أحسن برك خالد. لا أحسن. شوف رخيص. كبار يتكلمون. حبيبي شبيك يا سيد الرئيس. إحنا ما فهمناش. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضكم. ما نحبش عركة دينية. اسمعني أخويا، نخرجوا من العركة الدينية. ما يخرجوا من العركة الدينية. مش دينية ذي. ما يعرفش عليا. ما يحبوش. يا ربي قال لك لن ترضى عنك اليهود والنصارى. شكون يمثلوش؟ شكون هذوما؟ ما يمثلوش. شكون يمثلوش؟ يقعدوا يشوفوا فيهم أنت اليهود وأنت النصارى. أنت. ما شكون عمل؟ هذوكم ماهمش يهود. هذوما ماهمش يهود. هذوما ما عندهمش لايكيين. هذوما لايكيين. لكن لايكيين مختصين في الأحقاد. ما عندهاش علاقة. البعد الديني ما يدخلش في هذا، لأن البعد الديني أسمع يهدي. وظهر لي هذه الغاية، هو إثارة النعرات اللي. هذا الفخ هو يحب يهزك غادي تولي فما حقد المسلم على غير المسلم. شو كلام هذا؟ الغاية منه اللي قاعد يصير. طارق، قبل ما ناخذ زهير المغزاوي، الكاريكاتير هذه سؤالي كان واضح، هذه حدود الفن ولا الإبداع وين لازم نقفوا، ولا عندهم حرية التعبير؟ كان عملنا العكس، كان مثلا مجازين من دولة عربي عمل التصويرة على قتلك بماضي قريب أو هوني الكاتدرال نوتردام فيها نار تشعل ونكتبوا نفس التعليق، حرية التعبير، ما يصيرش تنديد، ما يصيرش علينا مقاطعة، ما يصيرش هجوم. في دقيقة ونتعدل زهير مغزاوي. ما نصورش أنه لديناه نجم نكيفوه بفن، وما نجمش أنه نجم نعبر عليه بحرية التعبير. فن وحرية التعبير ما هوش مطلق، عنده حدود إنسانية ما لازمكش تتجاوزها. بالتالي لا هو داخل في الصحافة الساخرة، هو صحافة سخيفة. أيوة. ما هي صحافة ساخرة. وقت اللي أنت تاجر بمحون العباد وبموت العباد وأوجاع الآخرين مازلت عبيد تحت الأنقاذ وناس مازالوا يمنعوا فيهم وبزلزال قلنا عليه من نهار الاثنين أنه ما ثماش أقوى من قوة ربي في لحظات ودقائق محا حضارة وتاريخ وحاضر
في دقائق معدودات تجي انت مش تسخر، انت تمارس في السخف عبر مثل هذه الرسوم التي لا هي رسم بالنسبه لي انا، ولا هو فن، ولا هو حريه ولا هو ابداع. لا هذا كبرنا من شانه وقت نحكيو على ابداع ولا هو ابداع. زهير المغزي صفر على مليار. لا 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 ولا يستحق ابداع التقييم. هو ابداع، اما ابداع في الشر، ابداع في الجريمه، ابداع الشريرين، ابداع الجهنميين هؤلاء، هذا ابداع. اذا كان تسميه ابداع هذاك ابداع شيطاني، ابداع شيطاني، ايه شيطاني اخرى. هو ايه الشيطانيه اللي كتبها راه ماهوش يهودي ولا سالي، راه مسلم. مسلم سلمان رشدي مثلا، بلا ما تدخلوهاش الامور بعضها. هما يسدرجوا فينا لهذا للفتنه هذه. هذا بالضبط واضح. اي زهير مغزاوي، هو طبعا انت سالت سؤال اذا كان صارت عندنا يعني العكس. ايوه يمكن رجعت البي سيكوندي ولا نفسي استقصف يعني. بارك الله فيك. صحيح، برافو عليك. لان العراق قصفوها بكذبه كبيره. جاء وزير الخارجيه او وزير الدفاع الامريكي قال راهي العراق عندها دمار شامل. دمار شامل سواها مع الارض. شوف شنو اللي صار في ليبيا. صح. سوريا بقات تعاني في الولايات سنوات بكذبه كبيره. دونك الحاجه الثانيه الصحيفه هذه في الزلزال بتاع ايطاليا ظهر في 2016 عملت كاريكاتير مستفز كيما هكا. و بارك الله هي مختصه في الاشياء هذه في الاستفزاز. نحب نذكر هي نفس الصحيفه اللي عملت السؤال الكاريكاتيرات الساخره من الرسول. السؤال المسائل للرسول صحيح. ونحب نذكر زاد اللي ثم توانسه خرجوا جسوي شري. فهمت بالله وقت اللي صارت العمليه الارهابيه يعني امام مقر الصحيفه هذه. فهذا كما ذكروا نحن ندين الارهاب حيثما في اي اتجاه. هو لازم الناس تفهم ان الارهاب هذا كما يتقدم بعضه كما الاسطوره بتاع وحش فرانكشتاين تربيه يكبر راهو يفترسك. شكرا لك. والوحش هذا وافترسه في بعض الأماكن. شكرا لك سيد زهير مغزاوي. ساعتنا الثانية نحكيو فيها سبور، نحكيو على الأهلي والريال مدريد. علي معلول يكون موجود اليوم في مواجهة نجوم ريال مدريد بعد الأخبار وأحوال الطقس ورجعين. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان. أحلى غدوة إيفان على راديو. أهلا وسهلا ويا مرحبا من جديد بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا اللي التحقوا بنا في الوقت هذا. تحياتي لكم. هذه ساعتنا الثانية من الدوامة بلوس. يحضر بهذه اليوم الرئيس والأستاذ طارق العليمي، الكوتش والكابتن خالد التواتي حسنين حسن بن عثمان، ويحضر بهذه اليوم انتقت هالجعب جهبل. قلت هالجعبذ. لا لا قلت بين المنطوق والمقصود يختلف. سي حسن بن عثمان ويحضر بعدنا امين عام حركه الشعب السيد زهير المغزاوي. قبل ما نتعدى للاخبار الرياضيه يجينا اخبار تو سويت. كنا حكينا قبيل على جولييت لامور، تتفكروه الاسم؟ طبعا شو نتفكروا الفلوس اللي ربحتها. الفلوس اللي ربحت 120 مليار تقريبا من فلوسنا نحن 120 مليار. تهبط تقول تو بدات تفكر جديا في الزواج، تحب تكمل حياتها، والمواصفات تاع الرجل اللي تحبه قالت ما نحبوش يكون من يحمل الجنسية متاعي يعني من بلد أجنبي وماذا بها أكبر مني في العمر. هل فماش متطوعين في الفئة؟ فماش مقبول مني أنا في العمر في القاعدة هذه. هذا يعني وقدش أخذت من مليون هذه 120 مليار 120 مليون دولار. أيوة لا 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 33 مليون أورو 48 مليون دولار. يا لطيف معناه مبلغ مبلغ مهم يجب يجدد الحياة. أيوة. المرأة وكذا تتطوع و 18 عام شو نتطوع. يا أخوي أقول لها كلمها وريق الأمور وتونا نقرأ لك حساب. أهم صفاتك خلنا نكتب لها أهم المواصفات. فات الستي أجهزته الكل مضروبة تقريبا، ينجم يعني ما ياخذ طرف ملاين يصلح أجهزته مش ميؤوس منها، مضروبة مش ميؤوس منها لا فهمني. وكهو خالد تدخل في المنافسة ولا مسامح؟ لا ما تدخلش على خاطر توا في الفرونتير بعد الكندا راهو صف ضربة نابو رئيس ليه؟ طبعا لا لا انا غير موجود رئيس ساعه ثانيه مش موجود في الساعه الثانيه. الساعه الثانيه لا لا الساعه الاولى والساعه الثانيه نفس الوفاء. الله يبارك. ولدت اسمع الساعه الثانيه يا عيني. الفرق بين الساعه الاولى والثانيه سي زهير المغزاوي خلينا نوضحوا لك. سي طارق زوجته تسمعنا الساعه الاولى دونك التحفظ وذوكم الكل عندهم في الساعه الاولى. نتحرر في الساعه الثانيه. نتحرر في الساعه الثانيه. نتحرر في الساعه الثانيه. قلت له اليوم لا راهي تسمع في الساعه الثانيه وبالتالي غير موجود. جوليات الامور نخليوها الغدوة. يلا نتعداو نحكيو سبورت.
قبل ما نحكيوا على المسابقات العالمية، قبل ما نحكيوا على كأس العالم للأندية، نحكيوا على بطولتنا، ولا ما نعرفش نجم نقول هالكلمة، ولا الخبر اللي صاير في بطولتنا، الإشكاليات والمشاكل الجولة الأخيرة وشبهات التلاعب. النتائج كان هبط قبل مباراة اليوم مثلا، الحديث كثر على مباراة باش تجمع السيدي بوزيد وبالمتلوي، كان المباراة هذية قال عليها باش يصير فيها تلاعب بالنتائج، وحتى سكور مش اكزاكت معناتها، توقعات كيفاش باش تكون، ما تشوفها بالتعادل ومجموع الاهداف فوق 2.5 للناس اللي يلعبوا يعني اوفر 2.5، الناس اللي يعرفوا الرهان المباراة يقولوا باش تشوفها بالتعادل فوق 2-2. الماتش هذا يتنحى من كل مواقع الرهان الرياضي في العالم، هذا الصحافة الاستقصائية مرة أخرى، صحفي استقصائي فرنسي المهتم بشأن التونسي مش أول مرة يكشف التلاعب بالنتائج هذا ويهبط، يقول ما هل شاكين المباراة قداش باش تشوفها وكيفاش باش تكون نتيجتها، وقال هكا كيتنا حتما من مواقع الرهان مباراة وفات 4-3 متلوي انتصر على أولمبيك سيدي بوزيد. نحكيه تقريبا على برش اهداف في شوية وقت، الهدف الأولاني كان من غلطة، ثم نحكيه على من دقيقة 79 لدقيقة 90 3 اهداف تمركيه فيهم. المباراة ذي طارق نحكي معاك في النقطة دي بعد ناخو راي خالد، مش أول مرة يتحكي على التلاعب بالنتائج، مش أول مرة على شبهة المباريات اكزاكت الرهان قداش باش نحطه على الماتش، وذي كان عليه المعلومة ثابتة. صحيح، مش أول مرة الحقيقة في السنوات الأخيرة في البطولة التونسية وخاصة في الرابطة المحترفة الأولى اللي يكون ثم حديث على شبهة التلاعب بنتائج رياضية، لكن مش بالنص القديم، مش بالقانون بتاع 94 والفصول 50 إلى 55 في التلاعب اللي هو كان يتناسب مع الفترة التسعينات وقت يتحط القانون ذاك. تغيرت الوضعية في الرهانات الرياضية، المبدأ العام اللي نحكيه عليه على التلاعب، لكن آليات التتبع والعقوبة وكذا لم يرافقها النص التشريعي مالوريزمون، نحكي لك في النص الجزائي الرياضي بيه. هذه الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية اللي لازمنا نقولها أنه الإشكالية اللي موجودة بالنسبة لشركات الرهان الرياضي الخارجية اللي هي راهي النوادي تلعب بالاسم تاع النوادي، لكن النوادي في العالم كل ما يستفادوش منها. يعني اليوم كي كانت عندنا شركات رهان وصارت فيها اشكال خاصه في تونس، كي تحط الريال وبرشلونه وبعد يجي يقول لك اخي الريال والا برشلونه تاخو عوائد من تلك الشركات، ما تاخوش من تلك الشركات. دونك نحكيوا على انه ثم الشبهه موجوده، ثم زاد السؤال على الرهان الرياضي علاش يتحط، علاش المباريات هذه بالذات، ثم السؤال الثالث متى تم الكشف على الشبهة هذه، علاش ما نتبعوهوش؟ لأنه أولا في الحالة هذه الجرم لم يتحقق، النتيجة لم تتحقق، الخطر لم يتحقق، في حاجات أخرين تحقق لكن ما تبعناهوش على المستوى الوطني الجزائي. دي ما نحكي لك مش التتبع التأديب الرياضي. تتفكر ترق كان فما تقرير كامل على التلاعب بالنتائج، وكان فيه حتى أسماء موجودة، وكانت شبهة حول حتى شقيق رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم كان موجود هذا، ثم وين التتبعات ما نعرفش. قلت لك أنا في الثلاث سنوات الأخيرة يتعاود الموضوع في مباريات معينة في نهاية الموسم، قبل نهاية الموسم وفي الإعلان على أنه هذا الريزولتا إكزاكت ولا سكور إكزاكت، وصلنا نلعب على سكور إكزاكت، وصلنا نلعب على عدد الأهداف المسجلة، وصلنا نلعب على التعادل كيفاش ينجم يكون. أولا لازم النص التشريعي يستوعب العملية هذه، واحد. اثنين لازم النص التأديب الرياضي يستوعب العملية هذه، اثنين. وثلاثة والأهم، طالما أنك تلعب في بطولة تحت الحيط ما تفرش فيها راك تحل الباب الحكايه ذي، نجم تعمل طالما انه ما نتفرجوش في البطوله الوطنيه الا في قناه واحده اللي هي قناه الدوري والكاس اللي اقتنيت حقوق البث في مباراه ولا اثنين، انه باش تلقى الاشكاليه هذه. خلينا نمشي لك انا اكثر محمد من الشجب، الشجب ميسيلش اين رجولهم بعد ارجع لي فيهم بعد بالقديم مع خالد هذا باش نحكيو فيه. خذ برون في نوت الجمله، شذب شذب شجب شجب اي اوكي الشجب، ها باش نكتب عندي باش ما ننساش، بحضور سيزو هاي الشجب نرجعوا له بعد شوي. سي زهير المغزاوي احوال الكياسات توتشيت. من 5 ل 7 متاع العشيه الدوامه بلس مع محمد الخماسي على ايفان احلى غدو. يا فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. الستة 21 دقيقة حلقة الأربعة 8 فيفري 2023، بعد شوية يكون حوار الدوامة مع السيد زهير مغزاوي ضيفنا لليوم، الكويز قبله حاضر
مع عودة حسنين. لكن نرجع للنقطة اللي وقفنا فيها قبل الفاصل، الشجب مع الأستاذ ترصحي. مش نوصلك للحل اللي نجمو نقترحوه اليوم. خلنا نعاود نوصف العملية بعجالة. راهو السكور اكزاكت هذوما، راهو إذا كان تحقق العملية لازم برشا أطراف متدخلين فيها، الفريق هذا والفريق هذا والمدرب هذا والمدرب هذا والحكم والمسؤول والسيد اللي عنده الفلوس بالاتفاق. أنا وياك نتفقوا بلغة الكرة باش نبيعوا ماتش، ما نجموش نوصلوا 3-3 و4-3 و4-2 و5-1 والكلام هذا الكل. أنا مع شبكة أكبر من أنا هذا. مع إيجاد آليات التتبع الحقيقية، مش الإعلامية، مش البيانات، مش نخرج نقوله، مش نهبطوا على الصفحة الرسمية متاع الجامعة ولا متاع الرابطة ولا متاع النادي الفلاني نشجب وما نحبوش وكذا. لازمك عندك وعاء اللي هو النص القانوني الجزائي والتأديبي يستوعب الجرم الجزائي والعقوبة والتأديبي باش توصل إلى عقوبة نافذة ومستحقة، وحتى كان يقع الطعن فيها تكون مريقلة 100%. الشجب أنه هو إيه هذا قاعد يتعاود، ما الحل؟ قلت لك بطولة تحت الحيط نجم تصير فيها كل شيء وتنجم تدخل فيها الشك. به الجامعة التونسية لكرة القدم شنو قالت؟ قالت راهي النوادي استأمنتني على البطولة وقالت لي يا خويا عيطت لهم قلت لهم إجا نقص شوية من الرقم اللي نحب نبيع به البطولة الوطنية، يا أخي النوادي قالوا لي لا، ما هكا ولا هذا اللي قالوا الجامعة التونسية لكرة القدم. بين بليغ موجود نداء للنوادي اليوم باش تلعبوا البلاي اوف والبلاي اوت، مصلحتك انت قبل مصلحه الفلوس، مصلحه الاستحقاق الرياضي قبل شنو باش تدخل. انت ماكش تدخل في الفلوس تو من عائدات البث التلفزي، على الاقل امشي من اجل بطوله مرئيه مشاهده، ادعوا الجامعه اقعد معاها قل له يا خويا انا راني قابل اني نطيح السوق المرحله ذي المرحله بلاي اوف وبلاي اوت الى المبلغ هذا وقابل بتقسيطه وقابل بدفعه في 2024. علاش؟ من اجل انجاح اللعبه ومن اجل ان نوصل الى نتيجه عادله. معقول، برافو عليك، شكرا لك استاذ طارق العليم. يلا خالد هاي تلاعب النتائج كي تسمع ماتش. انا نتصور الجامعه عندها قسط كبير برشا خاطر تو في الكوره وراتنا جيفونتز يا ربي لو فيو دام دي تيران طيحوها للديفيزيون 2 وما والسناريت عندها مشاكل نتاع دي كونترا 15 بوان. اليوم وقت اللي تضرب توقف خاطر نحن في تونس تو شو اللي خلطنا نحن الدوبو لذي على خاطر ما نحبش نطيح فلان وما نحبش مراعاة. اليوم الكورة في تونس تو الترجي دخلها بربعة بونتو، ما عادش فما شامبيونات تبدا جمعية شي بالحوافز، فما كورة بالحوافز اليوم بلوس كات ترجي تي بلوس كات باش تدخل يا ولدي. هي بلوس زيرو وهي عندها شانس متاع هي والإتوال 98 باش يزوح تزيدها بلوس كات، يعني نحيتها الشارم متاع الشامبيونات نحار ولا تنحات، ما عادش فما كالقوه يا محمد. باهي تلاعب بالنتائج هذي خالد، اليوم كي هبطوا لك يقول لك راهو الماتش هذي بشوفه هكا بالسكور هذا وكل، في فرنسا يقول لك راهو تنحى الماتش هذي ما عادش موجود في حتى موقع. عادي انه ما نعملوش عليه رياكسيون في تونس، عادي انه ما يصيرش تدخل، ما نوقفوش، ما نعملوا شيء. لازم ندخلوا يا محمد، يصير التلاعب هذي معناه كيما كان يحكي لك طارق شجب مره. محمد نحكي لك مره شفتوا ما قالهاش خالد مره نلعبوا كنت القصري ايوه وانا مانيش لاعب باه خارجين من الشامبيونات متكلاسين دوزيام وقتها وجماعه القصري نسكنوا في الدبلومات يستناو في قالوا لي اسمع تحبوا الماتش فهمنا معاه ومشيت دخلت رون بلاصون ليه والله جيت بيلانتي قمت من البنك قلت لمحايسي في بالي باش يعملها سيمات يا اخي عملنا معاهم نيول ساعه سهروا في الكوره محمد من هو منعت القصري منعت القصري ساعات واحد يبيع ماتش ما بعته ماتش اي واحد ساعات يبيع ماتش يصور فيه اكثر من اللي يهز الشامبيونه ليه ورحمه والله قبل كنت تبيع ماتش تصور اكثر من اللي يهز الشامبيونه هذه اللي شهاده للتاريخ يا وقت احنا معانا علاش نلعبوا كل القصري بحذانا وجات مرشانه ما فيها بس يلا سي زهير المغزاوي اي شنو تحب تعطي رايك في الموضوع هذا التلاعب بالنتائج الفساد اللي موجود في الكوره بالطبيعه هو الحكايه هذه ما صارت في الماتش تاع الكليب هو بالجردين ايوه تحلل الموضوع هذا والتزي وشنو اللي صار وما وقعش متابعتها الحكايه هكا حكيتوا انتم في الاعلام نهار ونهارين وشعلت الدنيا وبعدين تسكرت رجعت اليوم تحكي رغم انا ماتش بوزيد والمتلوي ما فيش ريها البوزيد للمتلوي هما زوز مبقيين مش يلعبوا زوز البلاي اوت صح دونك ما نتصورش انا الحكايه بالطريقه اللي قاعده تصير بيه هو رهان اكثر على الربح كما قال الجمعيه ما عندهمش ربح اما كي يصير حديث يصير لغط في البلاد هذه مش كان في الكوره في كل شيء وما نسكروش اللغط هذايا الناس المسؤوله على القطاع تخرج وتتحدث وتقول او عملنا تحقيق ولا ثم الناس مسؤوله ولا ما ثمش منها الحكايه مش يبقى اللغط هذا ديما موجود مش مشكله يعني خاطر تبركوا البطولات في هكذا تفرجوا في البطولات في العالم
العمناوي والمان سيتي قبل 15 دقيقه هي خسر البطوله. يا عيني يا مغروم بالكره سي زويل المرزي. السياسه هي كره. أيوة. اللي يعرف يلعب الكره يعمل سياسه. لازم يكور السياسه. علاش انا موجود لريخات نعرف نلعب كره. يا عيني أما, اما حاجه فقط كمل مع خال نقاط الحوافز اللي فوق واللوطه. اي. يعني لو البلاي اوف والبلاي اوت راهو في البلاي اوت اللي الكلاسمون نتاعو 5 دو كلاسمون كيما في المجموعه الاولى ستاد تونيزيان يدخل باربع نقاط والمجموعه الثانيه المتلوي يدخل باربع نقاط. ديجا هو عنده 4 بوان والسابع كيما بوزيد في المجموعه الثانيه وحمام سوسه عنده 0 نقاط ديجا هو عنده 4 نقاط باش يزيدوا يلعبوا كونتر بعضهم والخامس في الترتيب عنده نقاط حوافز 4 كاينو الاول في الكاينو الاول ديزيكيليب الكبير بوك بلون وبوك صحيح. نقعد في كره القدم هذا يخبر يهمك اللي باش تسمعوا توا حسنين فيه مليارات باش تسمع تود سويت نحكيوا على كاس العالم للانديه. علي معلول يواجه مع الأهلي المصري ريال مدريد اليوم في مباراة النصف النهائي الثاني. نصف النهائي الأول كان الهلال السعودي يتفوق على فريق فلامينغو البرازيلي 3-2. الهدية لكل لاعب كان أعلن عليها الأمير الوليد بن طلال مكافأة لكل لاعب 1,000,000 ريال يعني 830 مليون تونسي لكل لاعب تعدى. قبل ما ناخذ رايك عاد حسنين الفلوس تمك كذية والمبالغ الوليد بن طلال يهم من ما عنده الفلوس خليك في جولية الأمور وحتى الوليد راهو لا يقل اهميه عن جوليت. قداش اكثر بريم خديته خالد كلاعب؟ كنا نصوروا في ليكيب ناسيونال ناخذ حتى بال 5 ملايين 7 ملايين 5 ملايين 7 ملايين. ملايين هذا في ماتش فلوس ماتش نحكيو على مليون على ماتش هي على ماتش ماتش فما ماتشات كانت فيها فلوس. اليوم ظهر لي فما امكانيه انه يكون نهائي كاس العالم للانديه بين زوز فرق عربيه الاهلي المصري والهلال. علي معلول باركور ذا هالي اكسبسيونيال قاعد يعمل فيه سي زوير مغزاوي كان تب تحكي لنا شويه على علي معلول والاهلي المصري تفضل. فاجئتني كي طلعت انا تفرجت البارح على فلامينغو والهلال 3-2 خرجوا رغم اللي يظهر لي الاربيتر شويه عمل مع الهلال السعودي تابع هكا انا شفت شويه بلنتي عطاها لهم هكا على المفيد هو باهي فريق عربي مشى للفينال. بون الاهلي والريال صعيبه برشا صعيبه برشا عليهم هو بنزيما مش باش يلعب اليوم هذه الحاجه لازم كورتوا جوج حتى الجارديان بيوت ولكن صعيبه شو رايك شو رايك علي معلول هو لاعب كبير بيصير من احسن اللاعبين في تونس وكونفيرمي في الاهلي من الاساطير هم يسموه في الاهلي تو بعد السنوات اللي عدا ان شاء الله يعمل ماتش باهي نشوف في بعض العناوين يقول لك علي معلول ينجم يكون في مرساد ريال مدريد للبوست نتاعو هذا ما نعرفش العمر زاد عنده العمر ولا لا اي ما يقول لك ماتش كان جاي ايش يقول لك شوف البوست نتاع علي معلول أريير غوش بوسترق زادي بوسترق رئيس علي معلول أريير غوش وشوف أنت في العالم الكل لزاري الله تيرو عمرك ما تلقاهم فوق الثلاثين خطر عليهش ديما كان جاء أصغر كان جاء أصغر عنده لكاليتي يلعب فريق عنده لكاليتي نجم يمشي وتحسن هو كمشي للأهلي أنت تو تشوف في السعودية مش قضية متاع يعطيهم مليار ما يعطيهمش مليار يعني الفوتبول في السعودية عمل بالي أخرى وقت اللي نجي نحطك نقول لك تلعب كنت الجمعية هاي سي محمد نجيب جمعية من تونس نقول لهم ربحوا البرازيل تو كل واحد نعطيه مليار باش يربحوا البرازيل الحاجة الوحيدة اللي عملوا بها الحاجة الوحيدة اللي عملوا بها نخبيوا الكورة أحسن واضح نحب ناخذ رأيك في هذا لكن وقت الكويس لا خليه عاد وقت الكويس فعلي معلول متخوش رأي أفضل ظهير أيسر في القارة الأفريقية الكويز نبدا معاك نقعد سبور نحكيو سبور نحكيو ما هو او من هو اول بلد شرع بالالعاب الاولمبيه اللي جوز اولمبيك في انا بلاد بدا ونبدا معاك طارق العليمي هاك عطيتك الكلمه الاول خلينا نحكي لك على علي معلول لي جوز اولمبيك انا محضر درس علي معلول ما تحكي لي لي جوز اولمبيك مهمين مع علي معلول احسن من يرقوش ان شاء الله حظ موفق لعلي معلول والاهلي المصري واحد من افضل الاظهر في القاره الافريقيه لي جوز اولمبيك في السنوات الاخيره جوز اولمبيك عيب ما نعرفهمش لاجوا بهذوما هنا سي حسن اعطيني احتمالات امشي في المنطق اللوجيك شو تقول العاب القوى الاتحاد السوفيتي باهي خالد نعرف قدم لي شويه وانت بكبوت كادوريم تتبدل علي تربع يديك لتالي وتتخبى اغلى من تاع البارح والله نتفكر انا اللي في هز فيها القمودي 70 في المكسيك قاعد نشوف في اللي قبلها وين بالضبط اما نتصور تكون في امريكا امريكي سي زويل المغزاوي خليت الاخرين عنده الاجابه على خاطر حسنين
اي لا عنده الاجابه تيت الاجابه لا ما ما ملك المعلومات ملك المعلومات شكك في الصندوق مباشره سمغزاوي الجوز الاولمبيك من هو اول بلد شرع بالالعاب الاولمبيه تقول اليونان اليونان حسنين انا نعرف اليه الاولمب اللي هما اليه الاولمب اي كانت تتم المسابقات هذه في اثينا ايوه في اليونان برافو عليك نقطه صحيحه ومقتصره حسين زهير المغزاوي زهير المغزاوي اعطيته الاجابه لا والله جبتها نقطه تولي هذه الثقافه خاطر كنت تتبع الالهه وانصاف الالهه في ذلك المناطق تو ما عادش تتبع الالهه ما تو الحمد لله عاد السؤال اللي بعده باي وحده يقاس الصوت بما انك ما عادش نتبع الاله ولا نتبع امثالك شوف كيفاش تحسعد باي وحده يقاس الصوت حسنين هي علاش مباشرة على خاطر جاوبت صحيح سي زوي سبقني تفضل يقاس الذبذبات الذبذبات به خالد التويتي ما سحسن الذبذبات الذبذبات فريق نحن ايكيب مع بعض الذبذبات اي اما حبيت نعطيك رقم اخر على بطوله العالم الانديز سالم الدوسري بس له شذب اي الشذب لازم تفسرها له سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي شجبه فسر لنا سالم الدوسري لاعب الاهلي اللي مارك البارح عادل رقم ابو تريكه كاحسن زوز لاعبين ماركوا اربع اهداف في المسابقات هذه ومازال ينجم يكسر الرقم هذا باعتبار انه هو مترشح للنهائي ممتاز سالم الدوسري لاعب متميز جدا ممتاز به دونك الذبذبات سي زوايل المغزيل كيف تبعت المجموعه كيف خاطر وجوب صح ربي تحفيك ربي تحفيك انت قصدتني انا ولا الفريق الكل ناجح والله كلكم غلطي الديسيبال هي الواحده تاع القيس تسمى الذبذبات الذبذبات هم الفريكونس حتى تسمى الذبذبات الذبذبات الديسيبال هي الواحده في الحديث ما نحكوا يعني في الصوت بالنسبه لنا الذبذبات في اي مكان تم صنع الكسوة الأولى للكعبة الكعبة الكسوة الأولى في أي بلاد تم صناعة أول كسوة نبدأ معك سيزوهي المغزاوي نتصور باكستان باكستان اقرب لي الميكرو يا أخويا وانت متربع بعيد يا خالد نحسك حيرتك وقت الكويس شو حيرتنا سوالي تجيب لنا فيهم تا شيء يدوخ ومن غير ما نعياتين هكا حويجيت هكا ندبروا بيهم يحكوا على كسوة الكعبة الواحد ينزع حواج بالكسوات هذه باكستان قال ايه باكستان النقل النقل لا 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 اعطي اجابة اخرى شنو اعطي اجابة اخرى اجابة اخرى اجابة اخرى تدبر عليه يا اخي لا من فضلك لا مش معقول هذا اسمعني يسمع الملف هذا باكستان 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 رئيس يكون منك العقل باكستان انا كنت تقول لوحده اخرى ما بالرياكسيون تاعو هو تاكدت لي هي مش الباكستان باه شنو هو احسن لندن هكا لندن يقدموا الكعب ما هو كسوة كسوة تروا بيس ما هو يصنعوا في اللباس نتاعهم في ارقى المصانع اللي موجوده في بريطانيا لكن اللباس الخليجي لا ما تجيش دوله عربيه دوله عربيه مصر مصر او باكستان او باكستان حسنين دولة عربية شنو هي دولة عربية ما تكون الا مصر وعليش الا مصر لا مصر لانه مصر يعني عندها مصانع وعندها مصانع ومصر يعني متقدمة في هذه الصناعات انا كنت عم نقول لك تركيا ايوه كنت عم نقول لك تركيا لكن وجهتنا عربية عربي عربي اذا مصر عطيتكم جوكير استعملتوا بالصحيحة الإجابة الصحيحة هي مصر برافو عليك طارق العريمي وحسن بن عثمان نقطة آخر سؤال باش نفصلوا به آخر سؤال باش نفصلوا به على خاطر تقريبا متعادلين الكل في النقاط حتى سي زهير معاكم خلطت معاكم نجاوبوا غلطين سي زهير بالله نجاوبوا غلطين سؤال ديني سؤال ديني ميدان اختصاصك أنا أترك لي سؤال صغير لخويا زهير وأنا مغادرة ما هي السورة التي تعادل عند قراءتها ثلث القرآن الإجابة باش نبدأ سؤالي على مساحتها واللي على أجرها 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 شفت علاش الفريق الكل فهمه كان انت يا اخويا لانه انا نفهم القران ونعرف يعني دقه وسع كل القران كل فهمه انا بالنسبه لي الكل فهمه تعرف علاش علاش لانه هذه اسئله حمقى وغالطه خاطئة تمام القرآن كله بنفس الأهمية لا. أي كلمة لا. أو حرف صحيح. بنفس الأهمية اهديه صلحوا معلومات أحسن أنا شو قول لك كان أحسن قول قل هو الله أحد الكوثر الكوثر قل هو الله أحد
انت شنو محسسنا ان احنا باش ناخذوا توا الباك معاك كوثر الكوثر ليه كلها مساتك باه سي زهير اعتقد سوره ياسين سوره ياسين حسني الفاتحه اخرج علي احسن اخرج علي بدالي مكشول الاجابه الصحيحه هي سوره الاخلاص اللي قال عليها الكابتن هي سورة الإخلاص وتعادل عند قراءتها ثلث القرآن اليوم بطل عندكم في مذهبكم الإخوانش أما في المذاهب الأخرى أنا أعرف الفاتح وأنت ما تنتمي لمذهبنا لا لا ننتمي للإسلام المذاهب ذي اللي انتميت لمذهبنا لا أطلق والله هك قلت علي إخوانشي مش يعني هذا ما يقروا عند جماعة الإخوانشي يقولوا علي لا 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 أحسن مندب تلمو مهمشتني جيت نقول الإخلاص أي الكوثر حبيت والله احسن ثلاثه من دبي حطوا لهم الجيش قالوا لي جيب صوره ياكل من واحد قال لهم فخفض لهم جناح الظل والاخر لم نشر حسك صدر الثالث ما لقاش قال لهم بيتوها والصباح ندبر سور قاموا الصباح ما يلقاوهاش قال لهم وطاف عليها طائف من ربكم وهم نيام خالد تويتي شكرا ليك هو بطل الكويز اليوم الاستاذ ورئيس طارق العليمي شكرا ملتقانا غدا باذن الله حسنين سؤالك للزهير المغزاوي صغير انا سي زهير مغروم بيه ومغروم سي انت مغروم بيه زهير المغزاوي مغروم بيه وايضا سي زهير حمد والاثنين يعني معناها واحد تيار شعبي والاخر حركه شعب والاثنين ايضا احزاب مرجعيتهم علوبيه يا اخي ولماذا ما توحدوا الصفوف توحدوا الصفوف ونقصوا لنا من الاحزاب يهديكم والسلام عليكم تحب تجاوبوا عليه توا ان شاء الله قلت له خارق العاد حلك المشكل نتاعك قال لك ان شاء الله ان شاء الله بارك الله خارق العاد تعديو تو سويت الحوار الدوامه